من الثانية توقيت الزمني الذي تسجل في هذا الصباح يأتي شوط جديد من أشواط هذا اليوم في انطلاقاتي وتحدياتي أشواطنا الإضافية في أيضا هذه الاندفاعات وهذا الشوط 13. نتمنى للجميع بإذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. هنا مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط ونتعرف على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى وعلى أيضا الأداء الجميل. المركز الثاني وصول من الشاهينية علي بن مبارك المنصوري وصل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث التقدم من الشاهينية محسن بن حمد الفلاحي خذ المركز الثالث. المركز الرابع مهمة عبيد بن حمد بن قناص العامري، الوصول الدخول الجديد هناك من خلال اهتمام لعبيد بن سهيل بن خيرات العامري وصل وخذ المركز الثاني، بينما ايضا التدخل من خلال تواجد الشاهينية احمد بن سالم الكثيري وصل الكثيري من طول الغيبات يا ابو الغنايم، وصل شعار ابو سالم احد الشعارات الوثباوية العملاقة والجميلة، بينما سرابة احمد بن محمد بروية الخيالي وصل في الزاوية الاخرى يتقدم من خلال هذا الاسم. الشاهينية وصلت ايضا لاحمد بن سعيد بن زايد المزروعي يصل من خلال هذه المنافسة الرائعة وهذا التحدي ما شاء الله. هنا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام وصول الشاهينية محمد بن بيات بن حمد بالسم المنصوري وصل من الزاوية الأخرى، وهذه الشاهينية سيف بن عبد الله بن براك الظاهري، مرحبا بأهالي سيح صبرة، مرحبا بن براك، وأيضا أداء الجميل المميز الحقيقة دائما يأتي بنوعيات ممتازة ومميزة. هذه النتيجة يا سلام، هذه اللي وصلت، هذه اللي تدخلت الشاهينية محمد بن ناصر المنصوري وصل يقدم لنا الشاهينية، وراعي قحير ايضا يقدم الشاهينية في انطلاقة ايضا ومنافسة رائعة. هكذا النتيجة، هكذا الاسماء، هكذا الانطلاقات، هكذا التحديات. هذه حاملة الرقم 24، 24 تتجول، 24 تصل في هذه اللحظات. مشاهدين الاعزاء ما زالت في المركز الاول وما زالت في مقدمة هذا الشوط تتقدم هذه الاسماء حاملة الرقم 24 هي على الصدارة على المركز الأول، بينما سراب أحمد بن محمد بروية الخيالي في المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز وصلت الشاهينية أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، بينما المركز الرابع القدوم في رابع المراكز والوصول من الشاهينية سعيد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي وصل، بينما هناك أيضا الشاهينية سيف بن عبد الله بن براك الظاهري وصل بن براك وتقدم وخذ المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية المشاركة في هذا الشوط. مشاهدين الأعزاء نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى أيضا المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. هذه اللي في الصدارة ما زالت، هذه اللي في الصدارة ما زالت تتقدم بهذه الأسماء وهذه الانطلاقة التي تدون ضمن قائمة المجهولين، بينما المركز الثاني هناك الشاهينية سعيد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي ياتي ويغير في المركز الاول، في المركز الاول وصل راعي حير، وصل راعي حير ايضا ثقة الكبار في المركز الاول. المركز الثاني سراب احمد بن محمد بروية الخيالي وصلك يا راعي حير، وصلك بروية، وصل بروية ما شاء الله. اهالي رماح يا بروية، يا بروية تهانينا القلبية لمحمد بروية الخيالي احد المدارس الكبيرة التي تخرجت من
مدرسة زايد طيب الله ثراه، يتقدم بالروية على المركز الأول. تهانينا والناموس للمرة الثانية على التوالي. سلام بالروية، سلام أحمد بن محمد بالروية الخيلي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الشاهينية سعيد بن حمد حميد العق حير الدرعي، المركز الثالث حاملة رقم 24 4 دقائق 42 32 جزءا من الثاني. أحمد محمد بروية الخيل الثانية ثلاثة.